إذا ناخدو واحد المحقن، إذا غادي نعمروه بالهواء، إذا هانتوما ناخدو 10 ملليلتر من الهواء. إذا غنسدو فوق هاد المحقن سدا محكما وغندفعو المكبس. إذا هنا راح لكم أرقام باش تشوفوهم. إذا نشوف نقرا يعني بعيد، إلى هنايا أنا وصلتو حتى 4 ملليلتر، كان 10 ولات 4. شوف غنزول يدي من المكبس، لاحظ أن المكبس يتراجع نحو الوراء. إذا شوف الأصبع ديالي بقات فيه الرشمة ديال الفوهة. إذا هنا كانت عندنا 10 ولات 4، إذا فين مشات ديك 6 ملليلات من الهواء؟ إذا 6 ملليلات من الهواء انضغطت داخل المحقن، يعني هنا وتزايد الضغط، إذا تناقص الحجم وتزايد الضغط. إذا ملي زودت 7 مكبس رجع، علاش رجع؟ حيت داك الهواء اللي كان مضغوط دفع المكبس وتراجعت إلى الهواء. إذا نقول إن الهواء قابل للانضغاط. إذا غندير دابا الآن العكس، غادي ناخدو واحد الحجم صغير من الهواء. إذا ناخدو مثلا 1 مليلتر من الهواء. إذا نسد فوهة المحكم سدا محكما، ثم الآن سوف نجر المكبس، نجر الجهد اللي قدينا. إذا نجر الجهد اللي قدينا لو ماكسيموم، إذا غادي نشوف شحال ولات عندي 8. إذا طلقتو كذلك المكبس تراجع ماشي نحو الوراء وإنما نحو الأمام. إذا شنو وقع هنا؟ كان عندنا درنا الحجم قليل 1، إذا تولات 8، إذا تزايد الحجم. إذا تزايد الحجم، إذا نقول إن الهواء قابل للتوسع، ولكن هنا عندما تزايد الحجم تناقص الضغط داخل المحقن. إذا خلاصة التجربة نستنتج أن الهواء قابل للتوسع وقابل للانضغاط. إذا دابا عندنا التجربة ديال اختلاط الهواء بالغازات. إذا هنا عندنا قارورتين، إذا مملوءتين بالهواء. إذا الآن ناخدو واحد العطر وغادي نحاولو نرشو واحد القارورة أخرى، لا نرشو واحد القارورة ونشوفو واحد التلميذة تمنى الرائحة ديال تكمل التجربة. إذا نديرو بحال هكا ونغطيو، نرشو بحال هكا خفيفة ونغطيو، نغطي عليها. من بعد اش كنديرو؟ غنجيبو هاد الحاجز غادي نحاولو نحيدوه بشوية بحال هكا، نخليو واحد بعد الثواني هاد القارورة ننكسوها القارورة الأولى على الثانية. إذا تحت هادي هي فيها العطر، الفوقانية فيها هواء فقط. إذا غنسدي واحد الميدة تشوفنا القارورة الفوقانية شمعنا واش فيها عطر؟ لا يوجد فيها عطر. نعم يوجد فيها عطر، يوجد فيها عطر. اذا شنو وقع هنا؟ اذا العطر اللي كان عندنا في هذه القاروره تخلط مع الهواء اللي موجود في هذه القاروره. اذا نستنتج من هذه التجربه ان الغازات تختلط بالهواء. اذا في هذه القاره هذه غنشوفوا كتله الهواء. اذا ناخذ كره معمره مزيان بالهواء وغنوزنوا الكتله ديالها. والتجربه الاولى، التجربه الثانيه غناخذ واحد القرعه السعه ديالها لتر ونص، غنعمروها مزيان بالماء ونجيو نخشيو فيها واحد الانبوب ديال البلاستيك، وداك الانبوب عاوتاني كنخشيو في القاروره، كنجيو داك في القرعه في الكره كنديروا انبوب ما بين القاروره والقرعه والكره، وتنكفيو داك القرعه كنقفيو على فما في الحوض، حتى داك الحوض كيكون فيه الماء. كنجيو كنبقاو نتكيو على داك الكره وكن بحال كنفشيوها بالدارجه، كنفشيوها تكيو فشيو، ملي كنبقاو نتكيو عليهم فشيوها تيخرج الهواء من الانبوب وكيدخل في القرعه اللي فيها الماء. كيدخل ملي كيدخل الهواء راه كتشوفوا داك الفقاعه طالعين، ملي كيدخل الهواء القاروره القرعه ديك الساعه الماء كيبدا يخرج. كنبقاو نبقاو نتكيو نتكيو كنخرجوا داك الماء كامل اللي في القرعه. صافي كنوقفوا التجربه وكنمشيو التجربه الثالثه، كنعاودو نوزنوها كنلقى الكتله تنقصات ولات 499.8. ملي كنحسبوا الفرق بيناتهم كنلقاو الكتله الفرق ديال الكتلات بجوج كنلقى 1.9 غرام. اذا 1.9 غرام شنو كتمثلنا؟ كتمثلنا الكتله ديال لتر ونص ديال الهواء. اذا العام اللي فات شفنا كتله 1 لتر ديال الهواء هي شفناها 1.3 غرام.
اذا هنايا يعني هاد واحد فاصلة ثلاثة دائما كناخدوها بالنسبة للتمارين كتجينا ساهلة في الحساب ديالها، ماشي بحال 1.29 غرام. فهمتيني؟ حيت في الكتاب عاطينكم الكتلة هي 1.29 غرام. اذا هاد القيمة هادي تمثل ما يسمى بالكتلة الحجمية ديال الهواء، يعني 1.3 غرام في الليتر. من الأحسن بها تبقاو تخدمو التمارين بالنسبة ل 1.29، كتجي شوية صعيبة في الحساب. الآن نأخذ شمعة مشتعلة ونضعها باش نشوفوا هذه الفقرة هذه، عفوا، مكونات الهواء. ونشعلوا هذه الشمعة ونحطوها في حوض فيه ماء ملون. نأخذ مخبار مدرج ديال الزجاج ها هو، وغادي ننكسوه على الشمعة بشويش، ندخلو مخبار وسط الشمعة. إذا كتلاحظوا معايا مزيان كيوقع الشمعة، إذا نلاحظ أن الشمعة انطفأت، يعني انطفأت ببطء. إذا عندما انطفأت الشمعة تصاعد الماء في المخبار المدرج. إذا غادي نوحد القلم وغادي نرسمو به مستوى الماء في المخبار. إذا هو القلم، غناخدو القلم وغنرسم المستوى اللي طلعلو فيه الماء، ونهز إذا هذا هو هذا الجزء هذا اللي رسمت، هو حجم الماء اللي طلع في المخبار. إذا لماذا تصاعد الماء في المخبار بعد انطفاء الشمعة وليس قبل انطفاء الشمعة؟ إذا الشمعة ملي كانت في وسط المخبار كانت بحال شتو أنها كتطفي بشي شوية بحال كتنفس، إذا داك الأكسجين اللي كان تما بقات مشعولة به، من بعد ملي تسالى الأكسجين تطفات الشمعة. إذا استهلك الأكسجين اللي كان في هذا المخبار المدرج أثناء احتراق الشمعة. إذا ملي تقاد الأكسجين الماء طلع في بلاصتو، إذا نقول أن الماء حل محل الاكسجين. اذا هذا المخبار المدرج كامل فيه هذا الجزء ديال الاكسجين، ولا جينا نقسموا هذه الاجزاء شحال من اجزاء نلقاو في هذا اللي بقى ماشي الاكسجين. جينا هذا الجزء هذا هو الاكسجين، غادي نصوب بحال هكا ونحاول نقسم قريبا. اذا نحسبوا شحال من اجزاء جانا تقريبا، هذا ها واحد جوج ثلاثة أربعة، تقريبا خمسة ديال الأجزاء. إذا في هذا المخبار المدرج يعني خمسة وجزء واحد هو الأكسجين. إذا كنقولوا أن الأكسجين يحتلو واحد خمس، يعني خمس واحد ديال الأكسجين، وكتبقى أربعة، يعني هي أربعة على خمسة. ديك أربعة على خمسة هو غاز لا يساعد على الاحتراق، كنسميوه غاز ثنائي الأزوت. إذا من المكونات الأساسية ديال الهواء هي ثنائي الأكسجين يحتلو الخمس، وثنائي الأزوت يحتلو أربعة على خمسة. إذا خدينا واحد قارورة خرجناها من المجمد فيها جليد، إذا خلينا واحد الفترة قليلة. إذا كنلاحظو على الجوانب تكون قطرات من الماء. إذا نوريهمكم قرب الكاميرا، ها هما شفتو قطرات من الماء. إذا كيف تكونت تلك القطرات من الماء؟ إذا الهواء كيكون ساخن، إذا الهواء ساخن والقارورة كتكون باردة، خرجنا من المجمد باردة. إذا كيوقع هنا تكاتف بخار الماء الذي يوجد في الهواء. التكاتف كنعرفو تحول من حالة غازية إلى الحالة السائلة. إذا الهواء سخون كيلامس الجوانب الخارجية ديال القارورة فكيوقع له التكاتف. إذا نستنتج من خلال التجربة أن الهواء يحتوي على بخار الماء، شتو قطرات من الماء.
دا هنا خديت معكم واحد كاس ديال ماء الجيل، دا هانتوما كتشوفوا انا نوري لكم، دا هنا صافي شتي كي داير، صافي كيبان لكم بحال الماء هو ماء الجيل. باش نشوفوا لا سيرفاس ديالو، هانتوما كتشوفوا عندها ماء كيبان بحال الماء ضروب، يعني ماء صافي. دا نشرح لكم الطريقه كيفاش كنحصل على هاد الماء الجيل. كناخذ ماء، كناخذ الجيل كندوبو في الماء وكنخلطو، كنخليه حتى كيدير عمليه التصفيق. اذا ومن بعد كندير عمليه الترشيح بورق الترشيح وكنحصل على ماء الجيل. اذا نخليو هاد الماء في الهواء واحد المده ونرجعو نشوفو التجربه شنو عطاتنا. اذا الان نرجع معكم ناخذو داك الكاس اللي كنت درتو قبل بواحد يومين، ضروري تخلي واحد نهار يومين باش تبان التجربه. عطيتكم كاس فيه ماء الجيل وقلت لكم ماء صافي وخليته، خليته مختبر. اذا اش كنلاحظوا هنايا على السطح ديال السطح تكونت قشره بيضاء، يعني غنصوبها بيدي شوفوها هي شتي قشره، انا كنحسها بيدي شي قشره بيضاء. اذا ما هو سبب تكون تلك القشره البيضاء؟ اذا ملي خلينا هاد الكاس يعني عريان كان يتماس مع الهواء، يمسه الهواء. اذا شنو هو الغاز اللي عكرنا ماء الجير ولا هكا ابيض؟ هو ثنائي اكسيد الكربون. داك القشره تكونت بسبب ثنائي اكسيد الكربون اللي يوجد في الهواء، اذا يعكر ماء الجير. اذا الهواء يحتوي على ثنائي اكسيد الكربون.